أم الجد. ازيكم يا بنات؟ القطر كان على بعضه، الدنيا كانت ولعة النهارده. في ايه مالكم؟ ولا حاجة. قومي هاتيلي مية وملح، أنا رجليها شوية. المية مقطوعة. إيه ياما القشف ده؟ هو أهلك في طنطا كانوا بيشغلوكي في الفعل؟ أنتِ مالك؟ هتعملي لي تحقيق. وتحقيق ليه؟ ما الجواب باين من عنوانه. قصدك إيه؟ رحتي فين ياما؟ نزلتي تعملي إيه في مصر ياما؟ قولوا كده، ما انتوا هبلي زي ابوكوا. لو كنتوا نسيتوا افكركوا. تفكرينا بايه؟ اخوكوا كان بيموت، ما كانش حالتنا اللضا. ركبت القطر ومعرفتش اروح لمين. لاهلك ياما. هيفتكروني بعد السنين دي كلها؟ انت ساعتها قلت انك رايح. اي حد كان هيقول لي اعمل اي حاجه كنت هعملها، بس ابني ما يموتش. وايه اللي خلاكي ما تروحيش؟ رحت، ما عرفتش اوريهم وش ازاي وليه. دول اهلك ياما. كانوا بعتهم لما طفشت منهم عشان واحد لا عنده لا شغله ولا مشغله غير انه بيحبني. كنت رجعتي؟ لو فاكره شكل اخوكي ما كنتيش قلتي الكلمه دي. رحت فين ياما؟ نزلت مصر، جبت حق الغسله واكتر. شحتي؟